صراحه. شو اخذنا المره الماضيه؟ ملك كيمستري. ملك كيمستري، ايش حكينا بملك كيمستري؟ عن ايش؟ مكونات الحليب، كيف نفحصهم. اوكي، وعليكم السلام ورحمه الله. حكينا عن الفات بيرسنت، قديش النورمال فات بيرسنت بالحليب الكاو الراوند. اوكي طيب، كيف نعملها ديتكشن؟ جيربرز ميثود. اوكي، شو اسم التيوب؟ التيوب اللي نستخدمه شو اسمه؟ بوتيرومتر. تمام، اوكي. وشو حكينا كمان؟ حكينا على البروتين كيف نعمل له ديتكشن بالكلدال ميثود. بالكلدال ميثود، اوكي. وشو قلنا، شو بنعمل بالكلدال؟ بنحسب كيف؟ بنحسب البروتين دايركت؟ شو بنحسب؟ يكون في ثلاث خطوات للطريقة، نحسب اوكي الدايجستيشن واخر شيء تايتريشن. بس بالنهايه شو اللي بنحسبه؟ لما يكون نحسب النايتروجين بنحولها ل بروتين. شو الفاكتور؟ 6.38. اوكي تمام. شو اخذنا كمان؟ اخذنا اخر شيء عن نسبه اللاكتوز. اللاكتوز تمام. كيف بنعمل ديترمينشن للاكتو؟ شو الميثودز اسمها او السوليوشن اسمه؟ في له اسم؟ مالهوش؟ مش عارف. بنديكت؟ فيش اسمه بنديكت؟ ولا فيش؟ كل 25 بنديكت قديش بتعامد اللاكتوز؟ كان عندك امتحان؟ 0.067. قلنا الفاينل اكويجن هي عبارة عن الملز اللي هي رمزنا لها R number of mil او الفوليوم اللي بينزل من السحاحة على 67. هذا اخر شيء حكيناه، مش هيك ولا مش هيك؟ طيب تمام ممتاز. اليوم بدنا نكمل، بناخذ جزء نكمل الكيمستري، بعدها راح اروح للميكروبيولوجي عشان نكمل جزئية الملز. الاسبوع الجاي اوكي راح انزلكم 10 ارتكلز على ال على ايش بنزلهم؟ على الاي ليرنينج. اوكي بنزلهم على الاي ليرنينج تمام، واقسمهم 1 2 3 4 اب تو 10 من 1 ل 10. بس ما ودي اعطيتوني الجروبس اللي مش بيجي بيعطينيش جروب صفر. مش ملاقي جروب. إذا بيجي علي طالب وبقول لي أنا مش ملاقي جروب، راح أنا أفرط له جروبات وأقوله من 1 لـ 3 أو لـ 4، من 4 من 5 لـ 8 وهكذا. إحنا أصلاً ما فكرنا بالموضوع لأنه حكونا دفتر حيوزع، فطنشنا. أنا حكيت هيك. مين حكى لك؟ إحنا نكتب للأسماء. مين حكى لك إنه دكتور حيوزع؟ ما حد. طولوا بالكم على مريم شوي. مريم أنت بعتي لي عشان غياب، أنا مش هيك يعني ماشي. مش ناس نسيت يعني، بس هسه دكتور. فإذا ما شلتوش، إذا غبتي مرة ثانية مش اللي فيه. أوكي؟ يعني معنى لك غيابك. كم طالب؟ إحنا مجموعاتنا بالثلاثين، يعني من 3 لـ 4. بس بديش طالب يقول لي ما عندي جروب. أوكي؟ أنا راح أحط يعني من 1 لـ 10 شو اسمه؟ وأعطيني الجروب على إكس شيس بالإيد زي ما بدي. 1 مجموعة الأسماء. 2 ابعثي لهم، خليهم يبعثوا لك. بعدين اللي ما له جروب انت حطيه بجروب. هاي زين خلص تتولى المهمة. بتكيش حطين بجروب اعطيني، قولي هذول مش بجروبات. كل الاسماء عندك ما عاد شعبتك؟ ما شاء الله عليك يا زين. ابعث لك اياهم يعني؟ لا، كل جروب، كل مجموعة تعطيني. خلص انت عن مجموعتك، بكرة بشوف حدا يبعطي بعد ثاني مجموعة عادي. كويس هيك عشان اريح. طيب زين خلص دكتور، لقيت جروب؟ اي بسرعة. طيب نكمل، بدنا نحكي عن الديترمينيشن للتوتال سوليدز. قلنا التوتال سوليدز ايش بيحتوي على ايش؟ كل شيء اللي هي زي ما عدا الماء، حتى زي ميكو زي منهم فات. شو كمان؟ بروتين،
فيتامينز مينرالز everything except water. اذا عشان اطلع التوتال سوليدز بعينه الحليب شو لازم اعمل؟ اخر المي اللي هو التوتال ميلك عينه كامله ناقص المي ناقص المي. كيف ابخر المي؟ برفع درجه الحراره. خلصنا هاي التوتال سوليدز. هذا المثل البرنسبل تاع التوتال سوليدز. اذا بدي احسب التوتال سوليدز انا التوتال سوليدز عباره عن اي شيء ما عدا المي. كيف بخلص من المي باي شيء؟ بزيد الحراره بعمل له ايفابوريشن. اوكي هذا البرنسبل. البروسيجر ببساطه في شيء بنسميه ايش اللي هو دش. شو يعني دش؟ صح حط في عينه حطها بالاوفن وعملها تبخير بوزنها برد اعملها احطها كمان اباخرها بزياده. اوكي برد اوزنها بضل اعمل هيك تثبت الوزن تايش بس يثبت الوزن مرتين او ثلاث بعرف انه عندي ايش خلاص ما في مجال المي تطلع اكثر من هيك. اوكي فبشوف عندي ايش وزن التوتال سوليدز بكون موزن الدش بالاول بشوف وزن اللي ضل كاملا ناقص يعني الدش مع التوتال سوليدز ناقص الدش بطلع عندي ايش وزن التوتال سوليدز. بحث سريع وسهل اوكي وما بدوش يغلبني كثير. وقلنا التوتال سوليدز تقريبا قديش نسبتهم بالملك اراوند 13 12.7 قلنا لا 9 12.9 زي ما بدك خلص ردوا على مجد 12.9 زي ما بدك يا مجد. انا ما بعرفش ناسي يعني بس انا بتذكر معك تمام. اي سؤال واضحه الطريقه في اسهل من هيك ببساطه تمام. هلا مجد سالت مش مجد زين صح زين سالتيني انت سالتيني عن شو الامتحان الارقام اللي بالبروسيجرز. احنا يعني من خلال الشرح لازم تعرف شو انه انا الاشي المهم حكينا بالنسبه ان الفحص اي شيء في اكثر من طريقه فالرقم مش مهم اللي بالطريقه قديش بده ياخذ وزن ايش مهم اخذ وزن قديش 2 جرام ولا 5 جرام اتش سي ال قديش بدي ياخذ ممكن احسب من طريقه ثانيه. اوكي بدنا نركز على البرنسبلز بس لازم مثلا اعرف فات بيرسنت قديش يعني الشيء الثابت لازم احفظ الشيء المتغير مش ضروري تمام. مش راح اقول لك قديش بنضيف ميل اتش سي ال بال او بنديكتس او سون تمام. واضحه احكي لازم ولا افهم اي سؤال على التوتال سوليد. اوكي الاش شو الاش بضلوا بعد ما نعمل احتراق كامل احتراق كامل هناك ايفابوريشن للمي هون بنعمل احتراق. اوكي حتى اللي هو الميجر كومباوندز اللي هن اللي بالفات البروتينز هذا كله شو بصير له احتراق فشو بضل عندي مين مينرالز. اذا اش مين اللي هو المينرالز. اوكي اذا نفس فكره اللي هو السوليدز ولكن هون الحراره اعلى لان حراره احتراق هناك المي اب تو 100 مور ذان سم هاو بصير عندي ايفابوريشن. اوكي بس هون احتراق حطه على اوفن على درجه حراره عاليه. اوكي على درجه حراره عاليه واللي هم الاش مين اللي بتكون عندي من المينرالز تمام. اوكي والفيتامينز اللي ممكن يكونوا عندنا بالحليب. هلا الديترمينيشن للاش زي ما حكينا هو عباره عن شو بدنا نعمل حرق. نعمل ايش حرق بنحرق اللي هو ال ال العينه فبكون في عندنا ايش اللي هو بسموه شيء كروسبل كروسبلز. اوكي بتكون مقاومه ل بورسلان. اوكي او شيء مقاوم ل اللي هو الحراره العاليه لازم قبل ما استخدمه اوكي اتاكد انه هو دراي 100% عشان هيك اول قبل ما استخدمه احطه بالاوفن البروسيجر انا احط الكروسبل اللي هو العادي بنحط العينه بحطه ايش بالاوفن بعمل له دراينج بعمل له ايش دراينج بعدين بحط بوزنه. اوكي او بحط فيه اللي هو العينه بالاضافه ل سوليوشن بيعمل عندي دايجستن. هذا السوليوشن بنسميه اكواريج اللي بتكون عندي من اتش سي ال واتش ان او 3 اتش ان او 3 و اتش سي ال مع المي عشان يعمل لي عندي دايجستن كامل وسهل علي عمليه الاحتراق. بعد هيك اوكي بحطه باوفن على درجه حراره قديش
450. إذا قديش درجة حرارة الأوفن اللي بستخدمها؟ 450. قديش؟ 450. كلكم تعرفوا اللي هو الأوفن الموجود عندنا. بعد هيك بحطها على اللي هو شيء بسميه الديسيكيتر. شيء بسميه الديسيكيتر عبارة عن وعاء زجاجي كامل. أوكي، هذا بسهل علي عملية إيش اللي هو ال يطير عندي اللي هو كل الفولاتايلز، وظل عندي فقط الأش، فقط الأش. بعد هيك اللي هو بشوف قديش وزن اللي صار عندي اللي هو من الأش. إذن بنشف اللي هو الكروسبل، أوكي، بصفر، حط السامبل، بعملها حرق على درجة حرارة 450، بوزن. بعد هيك بطلع عندي الأش، بطلع عندي الأش. تمام؟ دكتور، الإنزيم بحطه بالفرن كمان؟ نعم، الإنزيم بحطه بالفرن كمان؟ إنزيم؟ داجيش على طول داجيش. اللي قبل السلايد اللي قبل. يس. بس بال بحطه كله مع السامبل عشان يصير عمل يكون عندي كل شيء. ما هو بيصير في الناتوريت يعني؟ شو اللي بيصير في الناتوريت؟ الإنزيم الحرارة العالية. أي إنزيم؟ اللي قبل. عرفت شو اسمه؟ وين إنزيم؟ HNO3. هذا إنزيم؟ وين الانزيم بالموضوع؟ قلت بحط انزيم بعمل لي دايجيشن. لا، قلت لك كيميكالز اتش ان او 3 اتش سي ال. اوكي، تمام، واضحه؟ مش انزيم، كيميكالز اتش ان او 3 حمض و اتش سي ال حمض. Determination of ash is one of the important proximate analysis of food sample. Welcome to the Channel Microchem's experiments. This is our first. تحكي كويس شو هون؟ أنا في عندنا هنا هون إيش يكتبوا صوب مفروض reference methods. شو مكتوب؟ reference methods. أوكي. أي فحص. أي فحص مخبري، تمام، دائماً له طريقة مرجعية، له طريقة مرجعية. إذا ما له طريقة مرجعية، ممكن إحنا بعض الأشياء اللي ما لهاش طريقة مرجعية بالمكتب نعمل لها طريقة، أو نأخذ طريقة بناس عاملينه بهاي الطريقة. ولكن الأفضل إني أخذ دائماً طريقة مرجعية. الطرق المرجعية، تمام، دائماً بتكون إما أوروبيان أو أمريكان، إما أوروبيان أو أمريكان. إذا شفنا AOAC يكون أمريكان، أوكي، وإذا شفنا آيزو تكون أوروبيا. أوكي، فأنا بفضل دائما إذا بدي أشتغل بمختبر، إذا بدي أفحص شيء معين، دائما أروح على طريقة مرجعية. ليش على طريقة مرجعية؟ سبب إنه هاي الطريقة بكون معمول لها إيش؟ فاليديشن. إيش بنسميه؟ فاليديشن، توثيق، وعاملين كل الإجراءات اللازمة عشان نتأكد إنه هاي الطريقة بتأدي للنتيجة الأقرب للصح. ممكن تكون النتيجة صح، ممكن تكون النتيجة مش صح، بس كيف تتأكد إنها هي أقرب للصح؟ بحاول اروح على طريقه مرجعيه، حاول اروح على طريقه مرجعيه. Welcome to the Channel Microchem's experiments. This is our first video. We hope that this video will be a very beneficial content for you to be a laboratory expert. رايك واذا اقل او إذا نسبة الأشي اللي طلعت معانا بالتجربة أقل، شو ممكن عندي؟ ما يوم منها الفات أو ما يوم منها إيش ممكن؟ ما منها فات. ممكن مشاكل بالدايت. ممكن مشاكل بالدايت. لمين الدايت؟ البقرة. أوكي، ممكن. ما عندها مينرالز. Yes. أوكي. غشين حاطين مي. ممكن غشين حاطين مي، هذا أكبر سبب. أنا ضفنا مي بزيد حجم السامبل وصير ديليوشنز للمينرالز الموجودة. أكبر سبب ممكن يكون عندي الاش كونتنت أقل من اللي هو الأشياء الطبيعي هو الأدلتريشن إضافة مي. ممكن يكون عندها مينرالز أقل من
هيك خلصنا الاشياء النورمال اللي بدنا نحكي عنها بالنسبه له، الكيمياء الديتكشن، خدنا على الفات، البروتين، اللاكتوز، التوتال سوليدز والاش. هلا بدنا نحكي عن بعض الاشياء اللي ممكن تنضاف لسبب، سواء سبب سيفتي او سبب الغش او بسبب الغش. فبدنا نحكي اول شيء عن البريزيرف. مين بيحكي لي شيء عن البريزيرف؟ زي ما حكى الزميل، اول بتحافظ على المادة، او على بالاغرب بتحافظ على الخصائص الطبيعية للمادة. الاشي الثاني ممكن تزيد الشيلف لايف، تزيد من عمر المادة. شو كمان؟ اذا هي عبارة عن كيميكال كومباوند، مواد كيميائية، مواد كيميائية. شو بتعمل؟ تمنع نمو البكتيريا. ممكن بعضها يمنع نمو البكتيريا، تضاف على المادة الغذائية بشكل عام. بشكل عام تضاف على المادة الغذائية، سواء ملك، سواء ميت، سواء جو، سواء اي مادة غذائية. اوكي، عشان توكسين شيلف لايف ان تمنع السبويلت. تمنع ايه؟ السبويلت اللي هي ايش؟ بروتكت اللي هو الكيميكال كاركترستكس. اوكي، و الاكستند الشيلف لايف. لما نقول كيميكال الفيزيكال او الكيميكال كاركترستكس، هو اكستند الشيلف لايف بيشمل كل شيء تحت، تستروي البكتيريا او نهبت الجروث للبكتيريا، بتمنع اللي هو الرانسيديتي، بتمنع اللايسز للبروتينز او الفاتس انت اون. اوكي، اذا شو وظيفتهم زي ما حكينا؟ تطول الشيلف لايف، حافظ على خصائصهم. تمام، اوكي. موست كومن بريزرفز اللي ممكن نضافه على الملك، في عندنا هو البوريك اسيدز، الفورمالين، سلسليك اسيدز، الهيدروجين بيروكسيد H2O2، وانتي بايوتكس. وانتي بايوتكس هذا جزء منها، ممكن يكون في بريزرفز اخرى تنضاف سواء على الحليب او منتجاته. تمام، والها طرق مختلفه على اساس انه تعملوا لها ديتكشن. بس احنا راح ناخذ بعض الاشياء البسيطه تنضاف على الملك وليس على منتجات الملك. في عندنا اللي هو جنرال تيست. جنرال تيست ممكن نشوف فيه all preservatives at once. جنرال تيست، جنرال تيست، هذا الجنرال تيست انه يكون في عندنا، ناخذ عندنا دائما لما نشوف زي هيك نحاول ناخذ عندنا دائما دبل مسامبل، واحد از كنترول، واحد از تيست، واحد از كنترول، واحد از تيست. اوكي، سموا هذا اللي هو الفحص اللي هو الوينتر بليت تيست، اللي بيستخدم اللي هو البروموكريزول بيربل از انديكيتر. بيستخدم البروموكريزول بيربل از انديكيترز. اوكي، بنحط عندنا اللي هو العينتين، بواحده عارفين انه ما فيها، واحده بدنا نفحصها. تمام، نحطهم عندنا على بويلينج ووتر باث ل اللي هو ال 20 مينتس. ليش بنحطهم هيك؟ عشان نعمل كلينج للبكتيريا الموجوده، عشان نعمل كلينج للبكتيريا الموجوده. بعد هيك بضيف عندي اللي هو كلتشر من البكتيريا، بعد ما اتاكد ان البكتيريا كلها ماتت بضيف عندي كلتشر. الكلتشر شو راح يعمل؟ اذا في عندي، اذا ما في عندي هذا اللي بالريزرفاتيف، البكتيريا شو راح تعمل؟ راح تشتغل. اوكي، واذا في بريزرف شو راح يصير بالبكتيريا؟ ما بحشتغل. اذا هذا البرنسيب بتاعته بتاع الفحص. اذا في عندي اول شيء بتاكد انه البكتيريا كل اللي بعين موتها، بعدين امرض البكتيريا. البكتيريا راح تشتغل على السامبل. فاذا في بريزرفاتيفز، البريزرفاتيف ما راح يمنع، راح يمنع البكتيريا تشتغل، ما راح يخليها تشتغل. فاذا تغير عندي اللون بكون عندي ايش؟ في بريزرفاتيف ولا ما في؟ ما في، لانه البكتيريا اشتغلت وغيرت اللون. بس اذا ما شغلت البكتيريا بكون في عندي ايش؟ ما في، يعني بكتيريا ولا بعملها انكيبيشن؟ ممكن، هي حسب شو نوع البريزرفاتيف، بعضها بيعملها انهيبيشن وبعضها بيعملها كلينج. هذا الفحص ما بيحدد لي نوع البريزرفاتيف، بس بيقول لي في بريزرفاتيف او لا، بغض النظر شو نوع البريزرفاتيف. وصلت؟ فاحنا مش عارفين شو هو البريزرفاتيف عشان نحدد انه بعمل انهيبيشن ولا بعمل كلينج. تمام، ولكن بالنهايه ما في جروث للبكتيريا. البرنسبل تاع الفحص انه بيعمل نمو للبكتيريا. البكتيريا اذا الانهيبيشن والكيلينج بالنسبه لنا هنا نفس المؤشر. تمام، بالضبط. فانا ما بعرف اكزاكتلي شو هو البريزرفاتيف، بس بعرف انه في بريزرفاتيف. ليش هاي الخطوه؟ اوكي، اذا بعمل هاي الخطوه بعديها بعرف انه اكمل اعرف نوع البريزرفاتيف ولا اوقف.
فبعمل الجنرال اوكي. اذا في ريزرفاتيف بحاول احدد شو هو بطرق اخرى. اذا ما في خلص فيش داعي اروح اكمل، لان اذا مش عارف عندي شو انه مش عارف شو نوع الريزرفاتيف تمام. فاي واحد بدي استخدم من تحديد نوع الريزرفاتيف بالضبط مش عارف، فبدل ما اروح على كل واحد واشوف شو نوعه لا بعمل جنرال في بحاول بعديها اعرف شو نوعه بالضبط. اذا ما فيش خلص فيش داعي اكمل. عرفنا ليش بنعمل هاي الطريقه جنرال دائما. إذا بعطي لون بكون البكتيريا نمت، إذا ما في عنده بزلمة تمام. هلأ منروح لقينا عندنا بريزيرفاتيف تمام، فبدي أعرف شو هو البريزيرفاتيف، بدي أفحص واحد واحد. فبروح على إشي يكون حدد إذا في عندي بوريك أسيد ولا لا، بدي أحدد إنه في عندي بوريك أسيد ولا لا. فحص البوريك أسيد كل فحوصات تقريبا نفس البرنسبل، كل فحوصات نفس البرنسبل. في عندي مادة، في عندي كاشف، إذا تغير اللون أو ما تغير اللون بشكل عام بغض النظر عن نوع الفحص اللي بدي أعمله تمام. بالنسبة للي هو البرزيرفاتيفز برنسبل واضح. هلا ما بدي أقول لك إنه قديش البيرسنسا، بس مثلا البوريك أسيد بتكون عارف إنه أنا وضيف فينو نفثالين، وضيف إيش؟ صوديوم هيدروكسايد. بضيف فينو نفثالين وصوديوم هيدروكسايد، مرة بضيف عليهم 50% من جليسرين وبعمل ميكسين. إذا في عندي ديسابيرنس للبنك اللي كان موجود عندي معناته في عندي إيش؟ بوريك أسيد. إذن البرنسيبلز كله بعتمد على تفاعل كيميائي، وجود إنديكيتورز، وجود إنديكيتورز. الكيميكالز هاي بيكون لونها إيش؟ بينك. إذا اختفى بصير في عندي موجود بوريك أسيد، إذا ما اختفى ما بكون في عندي بوريك أسيد تمام. الفورمالين نفس الفكرة بس الكيميكالز مختلفة، نفس الفكرة بالضبط. بضيف عندي الكيميكالز اللي هم اللي هو الفريك كلورايد والH2SO4 تمام، وبتركه ايش؟ 5 مينيت اوكي. هذا سلسة فورمالين ايش بضيف؟ فريك كلورايد وH2SO4 جيربر H2SO4 على عينة الميل تتكون عندي بيوت رينج. شو بكون في عندي؟ موجود عندي ايش؟ فورمالين. اذا تكونت فيولت رينج شو بكون في عندي؟ في فورمالين. فورمالين سلسلك اسيد ما فرق اوكي، اللي هو بنضيف برضه فريك كلورايد. فريك كلورايد اذا تكون عندي اللي هو ديب يلو او بيربر كلر شو بكون في عندي؟ سلسلك اسيد. الهيدروجين بيروكسايد نفس الفكره، بس هون شو بضيف؟ على العينة الملك HCl2ML واللي هو البوتاسيوم أيودايد، بوتاسيوم أيودايد تمام؟ أوكي. الديتيرمينيشن للأدلترنس 5 مينتس ونرجع. وين نخلص؟ لسه مطولين. اليوم طويل. لسه بعد ما نكمل الكيميكالز عند الميكروبيولوجي. دكتور خلص طفي المحشي. إيه؟ طفي المحشي. يعني حق بدرس على الامتحان. 5 مينتس بس، يلا على السريع. نفس الفكرة نفس ما حكينا على البرزيرفاتيف، دائما بنضيف بعض الكيميكالز اللي بدها تعطينا وجود انديكيتر او عدم وجوده بالاغلب اوكي، بدها تعطينا ايش؟ تغير باللون نتيجة تفاعل كيميائي اوكي. اذا كل الفكرة الان لما نحكي عن كيمستري اوكي، سواء ديتكشن للبرزيرفاتيف ديتكشنز لادلترانس اند سو اون اوكي، نحكي عن تفاعل كيميائي بيعمل عندنا تغير باللون. ففي عندنا بعض الادلترانس في ناس بيضيفوا عندنا الشوجر، بيضيفوا ايش؟ شوجر. كيف نعمل عندنا ديتكشن للشوجر؟ بنضيف عندنا على 10 ام ال ملك اللي هو 5 ام ال اتش سي ال واللي هو 0.1 روزيرو سينول اوكي، روزيرو سينول هذا هو اللي هو البريزرفاتيف الانديكيتر اسف. اذا بتغير اللون عندي للاحمر بكون في عندي ايش؟ ايش بكون في عندي؟ جلوكوز. مش ندور على شوجر، بكون ادد شوجر، بكون ادد شوجر اوكي. الستارتش اوكي، مين بيقول لي ليش بضيفوا الستارتش؟ الستارتش بشكل عام شو بنسميها احنا بالعربي؟ النشا. النشا شو يعني شو بنحكي عنها كفانكشن؟ يس، ماده مالئه فيلينج ماتيريال، بتزيد القوام اوكي. اذا هي لما بتزيد القوام اذا زادت عندي مين بالملك؟ زيد التوتال سوليدز. اوكي،
اوكي بزيد سبيس جرافيتي. اذا اذا سحبت فات وضفت ستارت وما فحصت الفات فحصت التوتال سوليدز او السبيس جرافيتي ممكن تكون صحيحه، مع انه ايش انا ساحب الفات او ضايف مي ضفت مي ستارت نفس الفكره. تمام، اذا بفحص الستارت شو الاشياء. يلا مين بده يقول لي شو هي الماده اللي منضيفه على الستارت؟ يلا هي عينكم صارت اس ان اف سوليد نون فات. ايوه شو منضيف ستارت دائما دائما اي اي شيء بتدور اي ماده بتدور عليها الستارت بضيف لها ايودين دائما لانه بتفاعلوا مع بعض بعطيني اي لون اسود ممتاز. نعم اوكي، اذا اذا بدي ادور على الستارت دائما بضيف على اليمين ايودين. هو ده اسهل من الستارت، دائما سهل جدا الستارت لانه معروف شو اللي بعطينا الانديكيتر اللون مع الستارت بدون اي انديكيتر. ستارت بلس ايودين بصير في عندي تفاعل بعطيني لون، بعطيني لون الايودين انديكيتر صح؟ يس تفاعل بعطينا لون. نعم طب اللون اسود ولا ازرق؟ بين بين حسب حسب قديش نسبة الستارت بكون شدة اللون، أو ممكن يكون دارك إذا كان بالنسبة عالية بكون دارك لدرجة يصير فردر أسود، أو يكون أزرق فات حسب قديش عندي نسبة الستارت لأنه محدد عندي شدة الدفاع. ديتكشن للجلوكوز برضه نفس الفكرة إنه مضيف للجلوكوز عشان يزيدوا عندنا ايش اللاكتوميتر ريدنج. اوكي، وبالتالي في عندي اللي هو ريجنتس بنسميه بارفويد ريجنتس، بتكون عندي من اللي هو كبر اسيتيت واسيتيك اسيد، كبر اسيتيت واسيتيك اسيد، بحطهم مع العينه على اللي هو بويلينج بوينت بويلينج ووتر باث. اوكي، وبشوف شو بصير في عندي، اذا في عندي اللي هو بلو كلر بكون في عندي ايش بكون في عندي الجلوكوز ادد. الجلوكوز هو الشوغر يعني؟ يس. هذا تست للفول؟ لا، هذا جلوكوز، نحن شوغر انجينير. بس أنا خربطت هناك قلت جلوكوز، كان قصدي هون، بس سامحني يعني. ديتكشن لليوريا، ديتكشن للصولس، للديترجنتس أند سو أون، نفس الفكرة. كيميكال رياكشنز بغض النظر عن نوع الكيميكالز اللي بضيفه بالنهاية، أوكي. بلس إنديكيتورز بعطينا إذا في تغير بلون أو ما في تغير بلون بعطينا إنديكيشن إنه موجود. تمام، اذا هي عباره عن سمبل تيست ممكن نعملها، اوكي، مبنيه على اللي هو نتيجه اللي هو الكيميكال رياكشنز واي تغير من لون بيكون اللي هو بوزيتيف او نيجاتيف. تمام، هاي البرنسيبل بشكل عام لهي الاشياء. في سؤال لهون؟ تمام، هسه ممكن نضيفوا عندنا ايش انتي بايوتكس، ممكن نضيفوا عندنا انتي بايوتكس. في عندنا بس قبل نروح على الانتيبيوتكس، في عندنا ممكن نضيفه عندنا يسحبوا الفات وضيفوا فيجيتابل فات اللي هو الاويل، فيجيتابل اويل. كيف ممكن اعرفه؟ عن طريق الكروماتوجرافي. سمعتوا بالكروماتوجرافي؟ مين سمع الكروماتوجرافي؟ اخذت فارماس ف ها؟ لا توكسيكولوجي لسه ما اخذتوش، فارماكولوجي اخذت فارماكولوجي. يس، شو اخذته بالفارماكولوجي؟ كيف نعمل اناليسيس للدراجز؟ عن طريق ايش؟ ولا مر معاك وشيء؟ اي بس باللاب، بالتغذية باللاب التشخيصي. شو مر معاك واشياء؟ حكون شو الساعه عن ايش؟ اي وين المختبر رحت عليه؟ بيت الحيوان. بيت حيوان شو في اتش بي ال سي؟ شو اسم الجهاز؟ اتش بي ال سي جي سي HBCI. يس، بس نعرف عنه دقيقة بدون ما يعني شو اسمه بدون ما يكون مطالب منك. ال HPLC اسمه High Performance Liquid Chromatography، High Performance Liquid Chromatography. أوكي، والجي سي اسمه Gas Chromatography. أوكي، هذولا التو برينسيبلز مبنيات أو التو انسترومنت مبنيات على شيء بسموه كروماتوغرافي. إيش هو الكروماتوغرافي in general؟ شو معنى كروماتوغرافي؟ علم ايش؟ الاطياف. شو يعني طيف؟ ضوء. اوكي، مبني على انه كل ماده غذائيه بتمتص الاشعه وبتعمل ايش؟ انعكاس، او ممكن تطلق شيء اخر، تمتص شيء وتطلق شيء اخر، وممكن تعكس الضوء حسب شو الماده. بس اغلب هون الكيميكالز بيمتصوا، ونتيجه هذا الامتصاص ممكن يصير عندنا ايش؟ تحفيز لها تعطي ضوء ثاني. هذا الضوء الثاني يكون في عندنا
قطعة بنسميها ديتكتر. شو ديتكتر؟ اللي هو الكاشف، بنقص هاي الضوء وحوله لشكل، هذا الشكل يكون ديتكتبل، أوكي، عشان إني أقدر أعرف هاي المادة شو هي، عشان أعرف هاي المادة شو هي. فهو جهاز أو مبدأ لإيش؟ ها؟ جهاز عكس الضوء. احنا بدناش في حد جاب سيرة عكس الضوء. نعم، فالفيجيتابل اويل بيستخدموا علم الكروماتوغرافي، علم الاطياف، اوكي، عشان يقدروا يحددوا هل هو فيجيتابل اويل او انيمال فات او انيمال فات. فالاتش بي ال سي او الكروماتوغرافي مش بس لا الفيجيتابل اويل، لكل كيميكالز، لكل كيميكالز يعمل ديتكشن اند كوانتيفيكيشن، تحديد وتقدير كمية أي مادة كيميائية عن طريق كونها طبعاً ستاندرد. تمام؟ وفي عندنا اللي هو البفلو ميلك، لما يضيفوه للكاو ميلك ممكن نقدر نحدده عن طريق اللي هو الأمينو أسيز. إيش هي الأمينو أسيز؟ إلايزا، أز إلايزا، أز إلايزا. إذن الأمينو أسيز مبنية على الإلايزا، جهاز ولا طريقة؟ ميثود. أوكي. والبرنس بتاعها عبارة عن إيش؟ لما نقول دائما إميونو أسي، إذا في عندي إيش؟ أنتيجين أنتيبادي رياكشن. إذا لما نقول إميونو أسي بكون عندي أنتيجين أنتيبادي رياكشن، أوكي؟ بشكل عام، تمام. أنتيبيوتكس، أنتيبيوتكس، أنتيبيوتكس شو وظيفتها بشكل عام؟ برزيرفاتيف، أوكي، برضو صحيح، هي نوع من البرزيرفاتيف، أوكي؟ إذن هي الإفكت دايركت إنهيبيشن أو كيلينج أوف مايكرو أورجانيزمز، إنهيبيشن أو كيلينج أوف مايكرو أورجانيزمز. فكيف ممكن أعمل ديتكشنز للأنتيبيوتكس؟ ها؟ أوكي. شو كمان؟ سنسيتيف ديسك، بعد الطريق، ممتاز. شو كمان؟ ها؟ يس، كيف ممكن أعمل ديتكشن للأنتيبيوتك بعين حليب؟ في حدا حكي أميونو أسي ممكن، في حدا حكي اللي هو الانهيبيشن ديسك ممكن، ها تلتشر، بس بحط سنسيتيف ديسك. انا بدي بعين حليب، عندي عين حليب، هذا بالمايكروبيولوجي، بس انا عندي عين حليب دايركت في الزرق، يعني من عين حليب، عندي عين حليب بدي اشوف فيها. ها مثلا سناب تيست برضه بصير، أميونو فلورسنت، كل اللي حكيته صحيح، بس أسرع فحص الداي. أي شو الداي؟ كيف عملنا الجنرال تيست للبرزيرفاتيف؟ نفس الفكرة، أسرع فحص بعمله جنرال، شوف في عندي أنتي بيتك ولا لا. شو بعمل؟ يس، هلأ كيف أخذنا الجنرال تاعت البرزيرفاتيف؟ هلأ حكيناها قبل خمس دقائق، قبل الجنرال، الجنرال نفحص إذا موجود أو مش موجود. أيوة، كيف؟ إيش بفرق عن قبل؟ شو حكينا عن الجنرال تيست؟ شو الطريقة للجنرال تيست للبرزيرفاتيف؟ شو قلنا؟ نعمل كلتشر، نحط كلتشر، مش قلنا من نعمل استريل للعينة بعديها نضيف عندنا الكلتشر ونشوف إذا بتغير اللون ولا لا. اوكي، كلتشر بكتيريا، اي بكتيريا المفروض يتغير، ما تغيرش. اوكي، اذا هذا مبدا الفحص. بعديها اول شيء بشوف عندي انتي بايتك، نفس الفكره البرزيرفاتيف، بشوف اذا في عندي برزيرفاتيف ولا لا، شوف عندي، اسف، عندي انتي بايتك ولا لا. تمام، ان جنرال بعديها اذا في عندي انتي بايتك، اوكي، بروح على سبيسيفيك تيست مثل السناب او اروح على الاتش بي ال سي عشان اعرف شو نوع الانتي بايتكس اللي عندي. اوكي، إذا الفحوصات اللي عندنا قلنا في عندنا انهيبيشن وبكتيريا الجروث، في عندنا اللي هو سوليد فيز فلورسنس أمينو أسي، السناب، أوكي، مين بيحكي لي عن مين حكى سناب؟ شو اللي حكي لي السناب شو هو؟ سناب تيست بيجي تختلف دايركت، لأن زي كوجيليشن تيست بيجي، يعني إيش إلكتروني أوكي، إيش سريع نعم، هو عبارة عن اللي هو ستريب، أوكي، نضيف عليه 1 دروب، أوكي، ونشوف في عندنا اللي هو بتكون عندنا اللي هو الكنترول لاين واللي هو البوزيتيف او ما في عندنا بوزيتيف لاين. اوكي، وعندنا الاذر ميثودز اللي هو زي اللي هو الاديشن اوف دايز اند سو اون. بكتيريولوجيكال، اوكي، انه في عندنا ايش؟ بكتيريا بدنا نضيفها على العينه،
إذا في عندنا أنتيبيوتيك راح يصير إشي بالعينة أو بالبكتيريا؟ في بصير ولا ما بصير؟ إذا في أنتيبيوتيك ما في تأثير عليه. ليش؟ لأنه الأنتيبيوتيك راح يخضع على البكتيريا. تمام؟ أوكي. شو الكلتشر اللي مستخدمه؟ الأغلب بيستخدموا إيش؟ اللي هو الباسيلس سيريو ثيرموفيلس، جيو باسيلس سيريو جي بي اللي هو جيو باسيلس جيو باسيلس جيو باسيلس سيريو ثيرموفيلس. أوكي. بيستخدموها في هاي الفحوصات. مين بيقول لي ليش اللي هو هاي بحاول يعني أكثر البكتيريا اللي بيستخدموها هاي التست؟ لأنها بتعمل سبوز، لأنها بالنهاية هي لأنه إذا ما هي البكتيريا القوية يعني الأنتي بيوتيك الفكرة هي بتقاوم الأنتي بيوتيك عشان هيك مستخدمها، صح؟ هيك الفكرة؟ لا، إحنا بدنا إياه الأنتي بيوتيك يشتغل عليها عشان تشيك إيفريثينج الفيجيتاتيف والسبور فورمينج. فهي الفكرة إنه نجيب ديسك بيكون فيه اللي هي الجيوبسلس، صح ولا لا؟ بحطه بالسامبل. بحطه بالسامبل. إيش بصير بعديها؟ إذا ما في عندي أنتيبيوتيك البكتيريا راح تشتغل. أوكي. أو بحط السامبل على البسلس، فيها إنديكيتر بتكون جاهزة، أو أنا بضيف إنديكيتر تغير اللون معناته البسلس اشتغلت، معناته فيش أنتيبيوتيك. إذا ما اشتغل اللون، إذا ما تغير اللون، معناته الأنتيبيوتيك. أنا مقصدي إنه بدها أنتيبيوتيك مش قوي عشان يطب، صح؟ مش بالضرورة، لا. فهي راح بالضبط هلا راح تتحول لفيجيتاتيف لانه عندها السامبل غنيه بالنيوتريانتس. حتى لو حطيت عندي سبورز، السبورز راح تتحول لفيجيتاتيف لانه لقى البيئه المناسبه للنمو. يعني بعد ما احط العينه مع البكتيريا راح اعملها انكوبيشن، فبوفر لها كل الظروف عشان البكتيريا تنمو. فاذا الظروف كلها مناسبه وما في انتيبيوتيك راح تنمو. اذا كل الظروف مناسبه في انتيبيوتيك ما راح تنمو. اوكي. طب اشمعنى هاي البكتيريا؟ لانها سبور فورمز. فانت هيك شفت السبور فورمز البكتيريا والفيجيتاتيف نفسه راح تحول لفيجيتيف. ممكن نستخدم اي واحد سبور ولا بس هيك؟ ممكن نستخدم اي واحد ثاني سبورات؟ بالاغلب كل المانيفاكتشرنج بيشتغل على هاي. اوكي؟ بس ممكن يجرب اي بكتيريا عندك برضه بسيط، بس هذا اللي هو الكوميرشال. اوكي؟ شو البكتيريا؟ جيو باسيلس سيريو ثيرموفيلس. في عندنا باسيلس ساتلس، اوكي، سبور زيسك اسي، برضه نفس الفكره. اوكي. عباره عن ديسكات جاهزه استخدمها مع العينه وشو بصير في عندنا، بتكون عندنا انهيبيشن زون او ما بتكون. واللي هو الفحص الاخير اللي هو اللي بيعتمد عندنا على اللي هو التيوبات جاهزه بكون فيها هاي البكتيريا، بنضيف عليها العينه. اوكي. جزء من العينه وبنعملها انكوبيشنز، نفس الفكره انديكيتورز منه فيها بنشوف بتغير عندنا اللون ولا لا. فكل الفكره قائمه على اللي هو قدره البكتيريا على انها تتكيف مع الظروف. وجود الانتيبيوتكس ما راح تعيش، بعدم وجود الانتيبيوتك راح تعيش. صور بفرق هذا عن اول واحد، كلهم نفس الفكرة بس بشكل مختلف. نفس البكتيريا، نفس كلهم بالأغلب بعتمد هاي البكتيريا اللي هو الجيوباسيلس سيريو ثيرموفيلس. هناك بتكون عبارة عن ديسكات بتحطوها بالبيت، هون بتكون عمبولة جاهزة بتصب عليها العينة وتعمل انكوبيشن. بس هو ديفرنت فورم للفحص. وفي بعضهم بيعتمد اللي هو الفروست اميونو اسي. اوكي. اللي بتعتمد على زي ما حكى زميلي تكون اللي هو انتيجين انتيبادي، عندنا اللي هو الانتيبيوتكس وبنضاف له عندنا اللي هو الانتيبادي المناسب عشان نشوف في عندنا موجود ولا لا. وبعديها بنعمل ديتكشن عن طريق ايش؟ البليت ريدر، مايكرو بليت ريدر او البليت ريدر حسب الفحص. شفتوا البليت ريدر او المايكرو بليت ريدر؟ ابدا. مين اشتغل إلايزا؟ مين شاف الإلايزا؟ إلايزا مايكرو بليت. أكيد شفتوه يعني بحكي. تمام. في عندنا آخر فحصين اللي هم الإنزيمز. في عندنا العينات الحديث، في عندنا إنزيمز. من خلال وجود أو عدم وجود الإنزيم نقدر نحدد شو اللي هو الحليب، هل هو رو، هل هو بويل، أو UHT او باستورايز. اوكي. فلذلك في عندنا اللي هو الفوسفاتيز انزيمز بيعمل عندنا ايش؟ هيدروليز لمين؟ للفوسفيتس. فاذا ببدا اني بضيف
اوكي فوسفيت على العينه، بديك زي صوديوم فينيل فوسفيت على العينه، بشوف اذا في عندي تغير باللون ولا لا، بناء عليه بقدر احدد اذا في عندي اللي هو موجود الفوسفاتيز ولا لا، من خلاله بقدر اقول اذا في عندي اللايت براون بكون في عندي ايش اللي هو باستورايز، اللايت بلو بكون في عندي ويت بوزيتيف، واللي بكون في عندي رو ملك، بكون في عندي رو ملك بقدر احدد انه هذا الحليب صار له باستورايزيشن ولا لا، من خلال تفاعل انزيم الفوسفاتيز مع الفوسفيت اللي انا بضيفه، واللي هو اللي برمسبل للفحص اني بضيف 10 مل للسلوتر على العينة، بالإضافة لأنه لاكتوجنت تابلتس أوكي، بعملهم شيكينج وبضيف عليهم 1 مل حليب، بتركهم يتفاعلوا على درجة 37 لساعة، وبعديها بشوف عندي اللي هو التغير باللون، بعمله جاجمنت بناء على اللي هو الجدول الموجود، هذا عشان أعمل شوف إنه صار عندنا باستورايزيشن ولا لا. طيب إذا العين باستورايز قديش بتتخيلوا إنه نسبة الفوسفاتيز أعلى ولا أقل من الرو؟ ليش؟ عرضت الحرارة. الحرارة بتكسر الإنزيم. طب بس سؤال، إيش هما؟ هذول هذا اللي هو آلية التفاعل. زميلكو بسأل عن هذول. تمام، هذا اللي هو شو بصير في عندنا بالتفاعل. اوكي، في عندنا رومل مع ديسوديوم فوسفيت بيعطينا فري فينول اللي بده يتفاعل مع ويتغير عندنا ويعطينا اللي هو درجه اللون، يعطينا درجه اللون. تمام، فاللي بيحدد لنا عندنا درجه اللون اللي هو نسبه الفينول، كل ما زاد الفينول اوكي كل ما زاد عندنا ايش اللي هو اللون. طيب وتحتيها فينول والفينول فري فينول بيتفاعل مع هاي بيعطينا اللون، بيعطينا اللون. تمام، فبالرو عندنا براون كلر ايش بيكون باستورايز؟ لا كل ما زاد اللون نعيده. هلا في عندي انا الرو في انزيم عالي، في انزيم عالي. تمام، الانزيم شو راح يعمل؟ راح يعطيني فري فينول، فري فينول راح يتفاعل مع الودايه برومكوينون كلورامايد اوكي بعطيني لون، بعطيني لون. اذا كل ما كان الفوسفاتيز اكثر كل ما كان اللون اكثر، الفوسفاتيز وين اكثر؟ بالرو. اذا الرو بعطيني يعني لون اكثر. طبعا هذا الانديكيتور صح؟ يس، في ثلاث انديكيتور. هلا هو مش انديكيتور بالنهايه، تفاعل الفينول مع اللي هو دايكلورو كلورومايد بعطينا اللون، لان هذا هو مين اللي بكون عندي الانديكيتور. بيروكسيديز، مين بقول لي البيروكسيديز على ايش راح يشتغل؟ بيروكسيديز من اسمه على البيروكسايد. شو البيروكسايد؟ ايش هو رمز البيروكسايد؟ H2O2. اذا اذا شو الريجنت اللي بدي اضيفه انا عشان اعرف ان في عندي بيروكسيديز ولا لا؟ H2O2 من اسمه بيروكسيديز. اوكي، اذا بيشتغل على البيروكسايد. اوكي، الاكسجين بيروكسايد ايش رمزه؟ H2O2. مش معقول ما مرش معاك الاكسجين بيروكسايد، يعني اكيد مر. تمام، فاللي بالنسبه للفحص انه انا بقى عندي البيروكسيديز موجود بالعينه، بضيف له ايش؟ H2O2. اذا صار عندي تفاعل شو بكون في عندي؟ شو بكون عندنا الانزيم؟ بكون الانزيم موجود. اذا الملك شو بكون؟ بكون رو. اذا ما تفاعل بكون لا بويد. تمام، هذا الاول الملك بريزيرف يس، اللي هو بكشف فيه بشوف اذا في بكتيريا موجود هذا شو اسمه H2O2. تمام، هسه انا بدي افحص وجوده نفسه هيك، نفحص وجود البيروكسيديز هون نفسه الانزيم، نفحص وجود انزيم وليس بريزيرفاتيف، هذا انزيمز اللي بحد. ليش بدي افحص وجود الانزيم؟ عشان اشوف العينه صار لها باستورايزيشن او تريتمنت ولا لا. عرفنا شو الهدف من الانزيمز؟ يس 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 يس، مش ضروري هيدروجين، مش ضروري اكسجين يس، بس بالنهايه بس اسهل واحد مين استخدمه بيروكسايد بالنهايه اي شيء هاف بلس هيدروجين بلس اكسجين اوكي، يعني H2O هذا النورمال كومباوند، لما اضيف له O جديده سموه بيروكسايد. مزبوط، الهيدروجين بيروكسايد واحد منهم، في كثير الاورجانيك كيمستري فيها كثير اشياء بيروكسايد، بس اسهل واحد اني استخدمه هيدروجين بيروكسايد اوكي. ولكن لما يجي انا ما قلت له قلت بيروكسايد،
فأسهل واحد أو بشكل عام لما أقول عندي بيروكسيدز إنزيم إذا بدي أفعله مع مين؟ بيروكسايدز، أوكي؟ اللي هو من ضمنها الهيدروجين بيروكسيد. أي سؤال؟ ما في سؤال؟ مين اخذت له جديد في الشبكه؟ شو اسمه الشبكه؟ شو اسمك؟ محمد عبدالله. رقمك محمد؟ 4 microbiological examinations of milk. لما نحكي على الميكروبيولوجي، أوكي، فينا فحوصات الميكروبيولوجي بشكل عام كثيرة ومتعددة. نأخذ جزء منها اللي هي الأهم، نأخذ بعض الإكزامبلز السريعة. من أهم الفحوصات اللي بضمن الميكروبيولوجي اللي أحدد بسميه إشي اللي هو ميزوفيليك بكتيريا كاونت أو تعداد البكتيريا العام. يسموه ايروبيك بليت كاونت، ستاندرد ميزوفيليك بليت كاونت. ميزوفيليك بليت كاونت هو تعداد البكتيريا اللي بتنمو على درجة حرارة من 30 إلى 37. إذن هي تعداد البكتيريا اللي بنمو على درجة حرارة 30 إلى 37، ممكن نسميه ستاندرد بليت كاونت، ميزوفيليك بليت كاونت أو ايروبيك بليت كاونت and so on. أوكي، شو الخطوات اللي بتضمنها هذا الفحص؟ أول شيء بتضمن عندي بنسميه إشي سيريال ديلوجن. شو هو؟ سيريال ديلوجن. ثاني إشي في عندي اللي هو البليتنج اللي هو سواء بورينج أو سبريدنج. بورينج أو سبريدنج. في عندي إنكوبيشن كاونتينج، وبدي أعمل الكالكوليشن. بدي أعمل كالكوليشن. مين بيقول لي مين كلكم عملتوا سيريال ديلوجن؟ عارفين السيريال ديلوجن؟ يعني فيش داعي نحكي عنه. فيش داعي، ممتاز. طيب وعملتوا بليتنج؟ ممتاز. وعملت وزرعته على الأقار؟ طيب يلا ممتاز. طيب إذا أنا أخذت 1 مل من الديليوشن الثالث، أخذت 1 مل من الديليوشن الثالث وطلع عندي على البليت 25، قديش الكاونت عندي؟ يلا شو قلم ورقة؟ طوله قلم ورقة. أخذت من الديليوشن الثالث، يعني جوب الثالث، عندي عينة، أخذت 1/9، 1/9، أوكي؟ ومن الديليوشن الثالث، إذا هذا 1/9 أي ديليوشن؟ ممتاز. وأخذت من الديليوشن الثالث، تمام؟ 1 مل، زرعته على بليت، طلع عندي على بليت 25، قديش التوتال كاونت؟ زي ما أنتم عارفين. واحد على سبعة. 1/25 اللي هي ما بصير اكتب بريبورت 25 ضرب 10 قوه 3، بقول 2.5 × 10 قوه 4. مفهومه؟
هلا لما انا اخذ 1 ل 9 اذا هي ليست 1 ل 9 هي 1 ل 10 1 على 10 حطيت 1 على 10. في حدا مش فاهم؟ اوكي تمام. احنا اخذنا 1 لل ديفينيشن الثاني. شو يعني ديفينيشن الثاني؟ كم مره فقط ثلاث مرات بقول 1 على 10 ثاني 1 على 3 1 على 1000 تمام. فبضرب اللي طلعته بالبيت ضرب مقلوبة الديلوشن. واحد على ألف مقلوبة قد ايش؟ مقلوبة يعني واحد على ألف ربع ألف على واحد ضرب 25 ضرب ألف ولا نشرح على الأول. تمام واضحة؟ بس سؤال لو ايش ضربت لأنه برجع عكسي. هلا شو عكس الديلوشن؟ تركيز. كيف بدي الديلوشن قد ايش؟ واحد على ألف تمام. كيف ترجع لاصلها؟ بضربها بايش؟ ب 1000 بالضبط. يعني 100% ضرب تبادل. بس احنا عشان تعرفوا مباشره هي مقلوب الديلوشن. دائما الكالكوليشنز يعني كونكم عارفين السير الديلوشن وعارفين البليتنج. اوكي في عندنا تو مثل البليتنج ممكن اعمل بورينج وممكن اعمل ايش؟ سبريدنج. ممكن اعمل انا بدي احاول اختصر عشان كونكم عارفين بورينج وسبريدنج. شو الفرق بين البورينج والسبريدنج؟ البورينج بتصب الاكر فوق فوق البكتيريا قصدي البكتيريا فوق بتكون بتيوب. طب انا عندي بكتيريا بلكي ما عنديش بكتيريا شو عرفني؟ حط الاجر على البورش من العين اللي اخذته. ايوه على العين وليس على البكتيريا صح؟ ايوه قصدي العين. طيب والسبريدنج ايش؟ شو الفرق بين البورينج والسبريدنج؟ السبريدنج على السطح الخفيف. اوكي البورينج يكون عندي بليت فاضي متحد. اوكي أيوة. بحط 1 ملي من العينه اوكي بصب فوق الاجر وبعمل له ميكس. بعمل له ايش؟ ميكس. سبريدنج احنا بننشر العينه على سطح الاجر. اوكي بكون عندي الاجر جاهز سوليديفاي مصبوب بالبليت صلب. بحط السامبل او الجزء من السامبل على الاجر على سطحه وبعمل له سبريدنج بايش؟ شو بنسميه اللي بنعمله؟ سبريدر او سبريدنج لوب برضو بصير. اوكي تمام. طيب مين احسن هاي ولا هاي؟ حسب نوع الاشي اللي احنا بنعمله البكتيريا صح؟ لا ان جنرال بديش حسب نوع البكتيريا. انا حسب عشان اشوف الكولونيز على الاولى ليش؟ بتطلع غاز او بتطلع لا مين احسن سبريدنج ولا بليتنج؟ سبريدنج عشان اعرف شو الكام لانه في بكتيريا نورمال تنفس لقي لقي نرجع صح. في هسه انواع بكتيريا شو النوع من البكتيريا ممكن في بكتيريا مش باللي وقتش بشكل عام احنا هسه عند ما بشكل عام في مثلا انواع بكتيريا مثلا باللحوم عادي انك تشوفها بكاونت معين. اذا انا بدي احسب كاونتنج ف لا بدي اعرف نوعها بس تبني اسئله احسن طب واذا سبريدنج واذا بليتنج بقدرش اعرف؟ مين قال لك ان البكتيريا ما راح تنمو يعني وراح اقدر احدد؟ مين قال لك ان البكتيريا ما راح تنمو على السطح او دي او بشكل عام سواء هون ولا هون؟ مين حكى؟ مش احنا عملنا لها ميكسينج؟ احنا لما صبينها هي بدها تظلها تحت؟ مش احنا صبينا حسب شو بدنا؟ طيب هسه لما اعمل انا بورينج قديش باخذ من العينه؟ قديش باخذ من البورش من العينه؟ 1 مل. مين حكى 1 مل؟ 1 مل. لما اعمل سبريدنج قديش باخذ من العينه؟ 0.1. اذا مين احسن اخذ 1 مل ولا 0.1؟ حسب كميه العينه. 1 مل. ليش 1 مل؟ لانه اكثر هسه كل ما زدت الديلوشن كل ما زاد الايرور تمام. انا لما باخذ 1 مل من وين باخذها؟ انا 1 ل 9 صح او 1 ل 10 ال 1 مل باخذها من الديلوشن الاول. لما باخذ 0.1 يصير عندي 0.1 من 1 ل 10 في عندي 2 ديلوشن. فاذا بدي اصدر نتيجه هون مين بيعرف اذا نيجاتيف قديش بصدر هون؟
عندكم اذا النتيجه نيجاتيف ما عنديش ولا بكتيريا شو تصدير هون؟ قديش بصدرها؟ شو ببعث نتيجة قديش؟ يعني قديش بكتب نتيجتها؟ واحد من نفسها؟ كيف بعمل اكسبريشن للريزلت بالمايكروبيولوجي؟ الكاونتر تبع كيف؟ اه ماشي طلع معاي صفر. قديش بكتب؟ صفر؟ بكتب صفر صح؟ ما بصيرش اكتب صفر مظبوط؟ في شيء اسمه صفر بس قديش عندي ديتكشن هون؟ واحد مل على عيني اللي اخذت واحد مل قديش المفروض يكون فيه تصير مساعي واحد مل كم ايش طيب ماشي سؤال ثاني اذا طلع عندي واحد اخذت من هون وزرعت واحد قديش النتيجه قوي ناقص اه هو سالب اللي هي بعد على 10 ليش 100 قديش هون قديش الديلوشن هون 10 اذا شو بتصير عند واحد شو بتساوي 10 اذا ما طلع عندي شو بصدرها او شو بكتب نتيجه تاعها اقل من 10 هون اقل من 10 ليش لانه العامل تخفيف واحد اذا شيء اقل من 10 يمكن يروح عندي من الدلوشن ما لاقيهوش تمام طيب طيب بس ادق طيب اذا اخذت بوينت 1 من الدلوشن الاول قديش بدي اقل نتيجه قديش 10 10 أقل. لا صحيح. أقل من واحد. أقل من واحد. واحد. بوينت 1 قديش فيها ديليوشن؟ 10. 10 أقل. وهون ديليوشن قديش؟ 10. 10 ضرب 10. 100. إذا في عندي إشي أقل من 100 بعمله ديليوشن هون بس ما بعملهوش هون. فهمنا؟ ما فهمتيها. هلا البوينت 1 قديش ديليوشن من الواحد؟ 1 على 10 إذن هاي 1 على 10 وهاي قديش الواحد هاي والديلوشن الأول بالسامبل 1 على 10 إذن قديش عندي ديلوشن هو 1 على 100 طيب كيف صارت 100 ها كيف صارت 100 ليش صارت 100 ليش صارت 100 بدي أسألك سؤال أوكي أنا عندي 20 بكتيريا بالمل العشرين بكتيريا عملت لهم ديلوشن من 20 شو صاروا 2 اذا بهون قديش عندي 2 بالمل اذا عملت بورينج اخذت 1 مل ممكن اعمل لهم بينما هون عندي 2 بالمل اذا اخذت منه بوينت 1 ممكن ما الاقي واضحه مش الكميه بتلعب دور ولا بتفرقش ايش الكميه اخذت غاد 1 مل استحت اخذت بوينت 1 بقي شوي علي عندي عين حليب خدت منها 1 مل تمام هذا 1 مل اوكي اضفته على ايش على 9 مل ديليونز الووتر بيبتون بفر بيبتون اي ديليونز اوكي شو صار عندي هون 1 مل 10 مظبوط هذا الواحد مل دكتور عادي تكتب تحت لانه احنا مش شايفينه هون انا الضوء جاي فوق يعني تحت الزاويه وين الزاويه؟ هون ايوه هون تحت شوي كمان ايوه اذا 1 مل تمام زائد 9 مل اعطيني ايش؟ 1 ل 10 اوكي هذا له طريقين يا اما باخذ منه 1 مل اللي هو بورينج يا اما انه ايش؟ 1.1 سبريتي تمام؟ تمام هلا الواحد من بيمثل لي الواحد من اللي هون تمام البوينت 1 بيمثل لي 1 على 10 من الواحد من فإذا في عندي هون 2 واحد من ممكن أطلعهم؟ أطلعهم 2 بالمل إذا عندي أخذت بوينت 1 ممكن أطلعهم؟ لا ممكن وممكن لا بس الأقرب عرفنا ليش هاي عرفنا ليش هاي أفضل؟ وصلت نعيد
طيب الاخر تمام. طب كيف ممكن اتجاوز هاي لما انا بشتغل النقطه؟ افرض الريجوليشن اوكي بيقول لي بعض انواع البكتيريا البورينج شوي عليها زي ما انتم حكيتوا بعض انواع الستاندرد مواصفات بيقول لي انه ما يتجاوزش عن 20. طب اذا عملت بطريقتي 0.1 و1 امل ديليوشن بالاول اقل من 100 اذا انا ما حققتش ال 20 غلط. ها كيف بدي اقلل الامل؟ شو ممكن اعمل بالحاله هاي؟ بزيد العينه باخذ اكثر من فحص دكتور او ببليت بنحط كيف؟ انه في بليت بنحط ازمن سامبل على نفس هاي 1 ل 10 صح؟ كيف ممكن اعملها سبريدنج واخذ وانا مل؟ يمكن اذا نزرع 10 اقرات نزرع 10 اقرات كثير بزيد القلب بزيد القلب تشوف قد الاقار يعني هيك وهيك ما هو الدليل وانت صعب عندي لما يكون عندي عينه ما بتخش اخذها بالذات اذا مش ليكويد صعب اني اخذها 100 مثلا لازم اخذ من واحط على الدليل وانت واعملها مثل واخذ على 3 بليتس 0.3 0.3 0.4 واجمع النتيجه تاعته 0.5 شوي شوي كبير الاجر ممكن ما يمتصهاش اوكي تمام. اي سؤال؟ في سؤال على اللي هو قلنا هذا تمام عارفينه اوكي احسب لكل تيوب شو لحالها ولا بجمعه بعد قديش في بكتيريا وبجمعه طبعا ما حيكون مجموعه طلع ونمل هذا نتيجه الونمل يعني زي كذا خليت الواحد بالعشرة ونمل اوكي حولته انا اخذت واحد امل من العين وقسمته على 3 تيوب فبالمل قديش كل الموجود بالاطباق كله يس البليتنج عارفينه اوكي هسا بالنسبه للانكوبيشن شو يعني انكوبيشن اللي بدي احطهم بالحاضنه في بشكل عام للميزوفيليك حرارتين او ثلاث حرار 30 35 او 37 تمام اذا بدي احضنها على 30 او 35 مين الوقت اكثر راح يكون بال 30 ولا 35 بالثلاثين إذا على الثلاثين بحطها 72 ساعة إذا على 35 أو 37 بحطها 48 ساعة على 37 ما فيش اسم 24 ساعة 48 48 35 إلى 37 كنا نزوع 37 تطلع معنا نتيجة ثاني يوم راح يطلع ثاني يوم بس مش كومبليت النتيجة مش كل البكتيريا نمت أوكي ما بقول إنه خطأ ولكن مش صح بس أنتم بالنسبة لكم بتكون تجربوا هل هذا ممثل حقيقة البليت كاونت أو التوتال بكتيريا الموجودة بالعينة؟ لا بس بالنسبة لكم بتكون تشوفوا ثاني يوم مضطرين عشان تكملوا تجربتكم وصلت؟ بس بشكل عام حضن البكتيريا ما في حدا بقول 24 نهائيا توتال بكتيريا كاونتس أوكي؟ توتال بكتيريا كاونتس 48 ساعة أو 72 حسب درجة حرارة حسب درجة حرارة والكاونت حكيناه و تمام اوكي في اذر ميثودز بس احنا راح نركز على اللي حكيناه تمام حابين نشوف الفيديو تحضروا لحالكم اوكي كونكم عارفين السيرة الديلوشن بدناش نناقش فيه بس اذا في اي سؤال ممكن تسألون عنه بعدين تمام طيب كولي فور صح صرنا هون صح لا هذه صور مو ثيرمو ديوريك بكتيريا ثيرمو ديوريك بكتيريا شو يعني ثيرمو حرارة يعني شو مال هاي البكتيريا تحمل الحرارة تحمل الحرارة تبغى بعملها كاونت إيش كيف بعملها كاونت طب ما في عندي بكتيريا كثيرة بالعينة إشي بدي عدد حرارة الغرفة وإشي ثيرمو ديوريك كيف بدي اخلي بس الثيرمو ديوريك بعملها بالانكيوبيشن درجات حراره اعلى تمام بعملها على درجه حراره قديش بتوصل اعلى من 50 82.8 62.8 سوري اوكي لنص ساعه اذا هيك انا بكون ايش ضمنت انه ظل عندي ايش ثيرمو ديوريك بعملها بي سي بعملها اللي هو الستاندرد بليت كاونت اس بي سي اوكي تمام
إذن ستيب زيادة هون إنه أنا بعمل كيلينج للأذر بكتيريا بتعيش على درجة حرارة الطبيعية، أوكي، اللي هو الميزوفيليك بكتيريا، بعملها كيلينج على 62.8، وبعديها بعمل البروسيجر اللي شفناه قبل شوي. ليش بحطها بمنجاردين؟ عشان أبلش العين الدرس أتعامل معه. بس قبل عشان حطيت على 62.8 بس مش شرط أحطها بمنجاردين. بردهم. شو كبروا؟ بس عشان تبريد. بس تبريد، مجرد تبريد عشان أقدر أتعامل معه. أوكي؟ بعد ما أكون حطيتها به اللي هو 62.8. ستاند مولد، اوكي، نفس الستاندرد بليت كاونت، ولكن شو في عندنا هون؟ الميديا مختلفة، هناك اللي هو جنرال ميديا، هون في عندنا ميديا خاصة اللي هو سبورويد ايغر مثلا، اوكي، او ممكن يكون ميديا اخر، في عندنا شيء اسمه التولز ايغر، في عندنا اللي هو في بعض اللي هو الميديا اللي هو الجاهزة للليستر مولدز، بس بشكل عام من اشهرها واقدمها السبورويد ايغر، من اشهرها واقدمها السبورويد ايغر، ودرجة الحرارة هون في الاغلب بتكون ايش؟ مين بعرف ليش سمول عليه درجة حرارة؟ عادي الروم تمبرتشر. الروم تمبرتشر 25، 22 ل 28، 22 ل 28، واللي هو الديز من 2 ل 5، في ناس بيقولوا لك من 5 ل 7، من 3 ل 5، في ناس بيقولوا من 5 ل 7، اوكي؟ اسبوع 5 ل 7. بعديها بعمل ايش؟ كاونت عادي، اوكي؟ كيف بميز الليست عن المولد؟ مين بعرف؟ شكل الكولوني. ها؟ شكل الكولوني، اوكي؟ المولد بالاغلب بتكون كلرز. اوكي، وفيها الهايفي، مزبوط، تعرفوا الهايفي؟ نعم. اوكي، والمولدز والليست كيف ممكن اميز الليست؟ تكون شكل بكتيري بس بتلمع هيك، شكلها كثير كبير وتلمع. ممكن تكون مولد، كيف بدي اعرف انها ليست ولا لا؟ حجم الكولوني. ايش لونها دكتور؟ بس هذا يعني ممكن يكون بعض المولدز كلرلس، ملوش لون عادي. بس مش عشان شو خاصية الليست تحت الميكروسكوب؟ مين بيقدر يشوف يعرف؟ واحد منهم وواحد منهم، اوكي. أنا كيف بيعرف؟ بشوف تحت الميكروسكوب. بشوفها تحت الميكروسكوب. شو خاصية الليست؟ مين بيعرف؟ أعتقد اليوكويد؟ لا مش أعتقد فيهم كل الخلايا نزلت ببعض. بدن. بدن. شو بدن؟ تنقسم. تنقسم عشان هيك بكونوا خليتين، وكثير ممكن أشوف خليتين. قاعدات بعملوا ايش؟ انقسام بادين، شو سموه؟ بادين، اوكي؟ لانها ايش؟ انقسام سريع، اوكي؟ لذلك الخاصيه تحت الميكروسكوب ممكن اشوف انها عامله البادين، بعرف انها يس، بعرف انها يس يونيسيلولر عامله البادين. تمام. كوليفورمز، شو هي الكوليفورمز؟ يلا يا جماعة اللي أخذوا معي ميت، حكينا شو خاصية الكوليفورم، شو هم الكوليفورم أول شيء؟ لابتوس فيرمنتاس. لابتوس فيرمنتاس، شو هم؟ زي الإيكولاي. إيكولاي منهم، شو كمان؟ سريتشي. إذن هم أول شيء جزء من مين؟ من أي جروب؟ كوليكوباسيلاس. إنتيروبكترياسي. هم جزء من إنتيروبكترياسي. ليش قسموهم على إنتيروبكترياسي وقالوا في عندنا مجموعة من إنتيروبكترياسي اسمها كوليفورم؟ ليش؟ لانه واحده بتعمل لاكتوز، لانهم الكوليفورمز بيعملوا لاكتوز، اذر انتيرو بكتيرياس بيعمل فيرمنتيشن ليش؟ ايش يا مريم ليش؟ للجلوكوز، هذول بيعملوا للاكتوز، منهم ايكولاي، ايوه كليبسيلا، مش مكتوب، شو كمان احكي؟ ايوه وايش كمان؟ استنى، ستروباكتر، انتيروباكتر وشريشه بس، اوكي كليبسيلا هي يس، اوكي، هذولا جروب من الانتيروباكتيريا سموهم كوليفورمز، لانهم لاكتوز فيرمنترز، لانهم لاكتوز فيرمنترز، اوكي، ان جنرال، اوكي، بنعمل الكوليفورم الايكولاي بنعملوا لهم انوميريشن عن طريق تو ميثودز، بليتس او تيوبس، بليتس او تيوبس. اخذتوا الام بي ان بالميكروبيولوجي؟ ام بي ان اكيد. شو هي موست بروبابل نمبر ميثودز؟ السعد موست بروبابل نمبر مبنيه على ستاتستيكال موديل واحتمالات، مبنيه على احتمالات، اوكي، مو في عندي شيء بسموه 3 تيوب 5 تيوب و 10 تيوب، 3 تيوب 5 تيوب و 10 تيوب عباره عن 6 ملي تيوبس، مجموعه من التيوبات 1 2 3
واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث اوكي. فالسامبلز عندي بعملها مثلا فيرست ديلوشن باخذ منها واحد مل هون بضيفه هون على الثلاث بضيفه على الثلاث وباخذ 0.1 هون اوكي يعني من الديلوشن الثاني 0.1 وهون باخذ من الديلوشن الثالث اللي هو 0.01 بكون بضيف ثلاث تمام بضيفهم على العين بضيفهم على اللي شو اذا عينه ضفت على 9 تيوبس 3 3 3 كل ثلاثة يمثلوا ديليوشن كل ثلاثة يمثلوا ديليوشن اوكي بس طلع النتائج طبعا حسب شو الميديا بالكل فورم بتتكون عندي اللي هو الميديا الموجوده عندي بالكل فورم اللي هو سميها ال اس تي او لوريل صويا تريبتوز اجا بروث اوكي اللوريل ال اس تي تمام انا في عندي هون 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 بتغير اللون وبتكون غاز عشان شو بتكون غاز شو بتكون من ضيوف هون مين بيعرف شو هذا شو هو درهم تيوب درهم تيوب للغاز يعني اخذته درهم تيوب اوكي فبشوف كم تيوب عندي هون عطى بوزيتيف مثلا اثنين كم تيوب عطى عندي واحد كم تيوب عطى عندي واحد اذا في عندي اثنين واحد واحد اثنين واحد واحد انا متذكر هاي اوكي احكي لي مش متذكرها بالضبط بس مش شك تيوبات يعني كانت كأنه أول باخذ واحد مل بحط بتيوبين أو ثري تيوب بعدين باخذ من آخر تيوب بالعينة هذيك برجع معمل آخر تيوب بعمل تيوب وبعدين اثنين واحد واحد بصير ما بعرفش إذا أنا بصير المهم الديلوشن يكون صحيح بس أنا بالأغلب عشان أريح رأسي ما خربطش بكون عامل عندي ديلوشن واحد اثنين ثلاث أنسون باخذ منهم أريح عشان ما أخذ تمام بس طلع عندي 2 1 1 طيب 2 1 1 شو يعني قديش نتيجة العينة حسب التيوب طلع عندي 2 1 1 كيف بدي اعرف نتيجة قديش فيها بكتيريا طب ماشي طلع عندي الثلاث الاولى فيهن 2 والثلاث الثانيات فيهن 1 والثلاث الاخرانيات فيهن 1 طب قديش النتيجة يعني لا في عندي جداول في عندي ايش جداول اسمها MPN tables بروح على الجداول بشوف ال 2 1 1 قديش بيقابلها results 2 1 1 قديش بقابلها ريزلتس هاي التيبلز هي اللي بتحدد لي قديش عندي بكتيريال كاونتس قديش عندي بكتيريال كاونتس سواء كوليفورم او ايكولاي بنفس الفكره تمام بالنسبه للكوليفورم الميديا الاساسيه قلنا ال اس تي لما يطلع عندي بوزيتيف هون اوكي بنقولها على ميديا ثانيه اسمها بريجرينت جرين بايل اجر بي جي بي بي جي بي البوزيتيف بالبي جي بي هو البوزيتيف هنا بريزنتيف شو يعني بريزنتيف يعني لسه مش متاكد يس مش احتمالي اوكي واللي هو البي جي بي كونفيرميشن البي جي بي كونفيرميشن اذا باخذ نتيجه البي جي بي اللي طلعت معي بوزيتيف وبشوفها بالام بي ان تيبلز الام بي ان تيبلز كل شيء مفهوم ورجيكم الـ MBN tables ولا نكمل الفيديو يلا عرفنا ليش بحكي لك انه ممكن نستخدم الـ MBN بدل الـ plates ولا ما سمعتوش
هاي من هون. When you have such a day, put it sample, like this is like a water sample from a river, from a beach, but it's so different. Try different place. It will give you no colonies at all, or maybe you can count. Therefore, rely on both of one number. The second reason why. ليش السبب الأول؟ نعم. Why you use both of one number is because you're looking for qualifiers, and you can if you're looking for qualifiers, you can use the most probable number. What are qualifiers? Qualifiers are bacteria that can use lactose, okay, sugar lactose as a sorbent, as a reason. And why are we using qualifiers? Well, qualifiers can be found in our feces, and like for example, an example of qualifier is E. coli. And if you think about it, check if the water at the river or the beach is clean, you can use the most probable number and you can determine whether or not the water is clean. You can check for the water quality. More specifically, the most probable number is, you're thinking, most probable number of what? The most probable number of cells, viable cells, or quality from units per 100 meters. And I'm going to talk about the table later that will help us to calculate. In the lab is that what we will do is we will take 10 milliliters of your water sample and we'll put 10 milliliters here, 10 milliliters here, and 10 milliliters here. So in the first group of three, you would add 10 milliliters of your water sample. To the second group of three, you would add 1 milliliter of your water sample, like 1 milliliter here, 1 milliliter here, 1 milliliter here, okay? To the last group of three, 0.1 milliliter of your water sample. So it will be 0.1 milliliter here, 0.1 milliliter here, and 0.1 milliliter here. We would incubate this, right? Okay, and that's what I actually did. Okay. And we got these results. As you can see, in the first group of three, you have out of three growth, and you can tell them that just the growth, look at this tube, it's very cloudy, it's really really cloudy, so you can tell that qualifiers have grown in that tube, whereas in this tube there are no qualifiers growing using the sugar. So in the first group of three, you have two that have the growth. In the second group of three, you have one that has growth, and then in the last group of three, here you go, you have 1, 2 out of three. What we're gonna do is, having that information of 2, 1, 1, we're gonna use the most probable number. As you can see, this table is divided into شايفين التابل؟ مش شايفينه؟ أبدا؟ ولا أنا؟ طيب حس التابل ببلش من؟ صفر صفر واحد بعدين بصير صفر واحد واحد بعدين واحد 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 and so on. كل ست من هذول اللي هون بأشر عندي قديش بكتيريا فيه Okay. حسب عين عدد الكوبات البوزيتيف يكون في عندي ايش؟ قديش في بكتيريا بالعين. لذلك لما اقرا الهيستي 1 2 1 2 1 0 0 0 0 بغض النظر شو هي برجع للتيبل هذا وبشوف قديش في عندي بكتيريا. كل ما زاد عدد التيوبز البوزيتيف كل ما اعطاني مؤشر انه في عندي بكتيريا اكثر، كل ما كان انه عندي بكتيريا اكثر. تمام؟ ومين اللي هذا للكوليفورمز والإيكولاي؟ مين للإم بي إن؟ شو اختصار إيش إم بي إن؟ Most probable number، عدد الأكثر احتمالا. الطريقة الثانية اللي هو بلا ديتكشن للكوليفورمز اللي هو نستخدم بليتس
استخدم ابليت اسم ال 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 الميديا فيولت ريد بايل اجر فيولت ريد بايل اجر فيولت ريد بايل اجر فيها نوعين نوع بحطه فيه لاكتوز ونوع بحطه فيه جلوكوز نوع بحطه فيه جلوكوز اللي فيه لاكتوز بنستخدمه لمين للكوليفورمز واللي فيه جلوكوز اللي بنستخدمه للتانيات اوكي للانتيرو بكتيرياسي ان جنرال اوكي فاللي برايك الفي ار بي جي هون للكوليفورم شو لازم شو ناقصها كلمه ايش لاكتوز ناقصها كلمه لاكتوز اوكي بصب هون الطريقه شويه انه بعمل بليت فاضي اوكي بصب عندي ايش الاجر اوكي بحط ال السامبل برد اصب طبقه خفيفه من 3 الى 4 مل اذا مصبها مرتين اوكي تمام بعملها انكوبيشن زي الساندويتش ممتاز بعملها انكوبيشن في ناس بقول لك صب العينه بعديها صب اجر وبعدين تحط طبقه ثانيه بعملها انكوبيشنز اوكي وبعمل عندي بعد هيك اللي هو الكاونت زي كانها اللي هو الجنرال بكتيريال كاونت بعمل كاونت وبشوف قديش عندي بوزيتيف وبشوف عندي قديش بوزيتيف اوكي اذا في عندي على اللي هو البي جي بي تو تايبس اوف كولوني واحد مسميها تيبيكال واحد مسميها تيبيكال تيبيكال واتيبيكال التيبيكال بعدها مباشره تيبيكال شو مالها بعدها مباشرة التيبيكال شو بتكون عباره عن لونها احمر او زهري وايد كبيره هاي التيبيكال الاتيبيكال اذر كولونيز شو بعمل فيهم باخذ منهم عدد معين واضيفه وين على البي جي بي بحطهم بالبي جي بي وبعملهم انكوبيشن بالبي جي بي وبشوف قديش عدد اليوتيوبات البوزيتيف من البي جي بي تمام وبعمل كاونت سؤال ايش بدي سؤال طبق بي ار بي جي للكوليفورمز اوكي كان عليه 90 كولوني كان عليه 90 كولوني تمام 40 منهم تيبيكال 40 منهم تيبيكال قديش ضل اتيبيكال 50 زرعت خمسة خمسة من الاتيبيكال بالبي جي بي على خمسة تيوبز بي جي بي ثلاث تيوبات من البي جي بي كانوا بوزيتيف واثنين لا قديش توتال كولوني للكوليفورم ها نعيد اوكي عندي طبق عليه كوليفورم بي جي بي لاكتوز عليه كوليفورم عليه ايش كوليفورم وده الكوليفورمز كولوني ممكن يكون تيبيكال واتيبيكال التيبيكال بعيدها مباشرة بحطها على جنب والاتيبيكال بنقول جزء منها على بي جي بي وبشوف قديش البورشن البوزيتيف كان عندي 90 40 تيبيكال و50 اتيبيكال اخذت 5 من ال50 زرعتهم مع بي جي بي 3 تيوبز من البي جي بي يعطوني بوزيتيف و2 نيجاتيف قديش التوتال ها 30 قديش التوتال كامل 60 ها مين قال 70 اشرح لي اياها هسه انا قسمت انت اخذت من 50 5 تمام فهي تعتبر 50% انت زرعت كلتشر لحالك فانا اخذته على اساس 50% ثلاث طلع عندي مو بوزيتيف اخذت 30% وعندي 40 انا اوكي طلع معي ابسولوت 70 هسا هو الخمسين مش 50% هم عددهم 50 هو صح بس وين مش لما قال بالمية هي بدون بالمية عندي 40 تيبيكال خلوهم على جانب قال عندي 50 50 أخذت منهم 5 3 طلع منهم بوزيتيف إذا 3 5 ضرب 50 قديش 30 زائد 40 70 أوكي إذا فراكشن البوزيتيف على التوتال اللي أخذته ضرب قديش أتيبيكال بطلع عندي البوزيتيف اتيبيكال بجمعه مع التيبيكال بكون عندي التوتال كاونت بلس 1 حاسبني على العلامة 70 تمام بس ذكرني بعد الامتحان يوم الامتحان وصلت فهمناها كيف لما يكون في عندي كثير من الميثودز بيقول لك في شيء تيبيكال واتيبيكال فبنحسبه بالطريقه هاي باخذ عدد معين بعمل له كونفرميشن وبعديها بحسب قديش نسبه البوزيتيف من الكونفرميشن بضربه بالتوتال اتيبيكال
الإيكولاي نفس فكرة الكوليفورم بس الميديا مختلفة، بس الميديا مختلفة. هناك قلنا اللي هي لورال سلفيت ريبتوزيل ولا الاستي، بس بالإيكولاي بيضيفوا لها مادة اسمها مض، بيضيفوا لها مادة اسمها مض. مين بيعرف شو بتعمل المض؟ مض اللي هي جلوكورونيك أسيد. جلوكورونيك أسيد أوكي، هاي الجلوكورونيك أسيد في إنزيم بالإيكولاي بيميزه عن كل الكوليفورم اسمه جلوكورونيديز. شو اسمه؟ جلوكورونيديز. فالجلوكورونيديز إنزيم موجود بالإيكولاي لما نعمل إنكوبيشنز بيشتغل على هاي المادة وبكسرها وبعطينا فلورسنت كالر. شو يعني فلورسنت كالر؟ بنشوفه تحت اليو في، بنشوفه تحت اليو في. عشان هيك بعد ما أعمل إنكوبيشنز الإيكولاي بالأسي بلس مد أوكي، بحب التيوز بشوفهم تحت اليو في. التيوب المضيء بكون بوزيتيف، والتيوب المش مضيء بكون نيجاتيف. وبشتغل على الجداول بشوف قديش عندي كم تيوب مضيء من عدد التيوبات اللي هن 3-3-3 أو 5-5-5، برجع لأم بي أن تيبلز بعرف قديش عندي إيكولاي، بعرف قديش عندي إيكولاي. تمام؟ أوكي، واضحة لهون؟ شو أهمية الإيكولاي والكوليفورم؟ هل الإيكولاي والكوليفورم ممرضات؟ فود بويزن فود بويزن تجاوز لمت معين. إذا تجاوز لمت معين بس هم مش بوتوجينيك، يعني نلاقيهم بكل مكان، بس هم أصلا نورمال فلورا في حسب مناعتنا، حسب المكان اللي تدخل عليه، حسب المكان اللي تدخل عليه. وبيكون الكونسنتريشن يعني دخل، يعني الكونسنتريشن اللي دخل. بشكل عام، فحوصات هاي أوكي اللي هن بنستخدمهم حتى الإيكولاي، مع إنه في بعض أنواع من الإيكولاي ممرضة تمام، بس الأنواع الممرضة ما فيها إنزيم الجلوكورونيديز. فالميثودز هاي بتعمل لنا ديتكشن للجنرال إيكولاي وكوليفورم بالأغلب المش ممرضة تمام. بس ليش ليش بنعمل لهذول؟ ليش ما نعمل للممرضات؟ طيب ليش بنروح على هذول؟ إذا أجت بكتيريا ثانية بتصير ممرضة. شو السؤال دكتور؟ ليش أنا بفحص جنرال بكتيريا بيت كانس توتال بكتيريا كانس كل فورم جنرال إيكولاي جنرال، ليش ما أروح على السبيسيف؟ ليش ما أروح على السالمونيلا مباشرة أو أروح على الإيغون 5-7 مباشرة أند سو أون؟ ليش هذولا؟ عشان أعمل كاونت. لأنهم إيش؟ بس يزيدوا بصيروا، لأنه بس يزيدوا بصيروا، لا هم لما يزيدوا ما بصيروش، بس لما هذولا مؤشرات تلوث مثلا اوكي هذول فيك الكونتامينيشن يس، بالاغلب هذول مؤشرات تلوث برازي تمام. هسه طريقه كشف عن هذول وتعدادهم نوعا ما بتاخذ وقت كثير، بس اذا بدي ادور على شيء سبيسيفيك زي اون 57 ولا سالمونيلا ولا باسيلس ولا ليستيريا البروسيجر طويل، فلذلك انا بروح ادور على مؤشرات التلوث اول. في عندي مؤشرات تلوث بدي اعملها بسرعه أوكي، بقول قد يكون في عندي تلوث، بدي أرجع أشوف السورس وأوقف السامبل من جديد تمام. بس إذا ما عندي معناته بالأقرب ما عندي شيء بتجربه. فهذول بنسميهم إيش؟ إنديكيتور. شو بنسميهم؟ حكينا عنهم كثير، مؤشرات لوجود تلوث. وبالتالي إذا موجود التلوث دائما التلوث السالمونيلا منين السورس تاعها؟ بيكر. هو اللي أول 57 من الزيف مينلي بيكر تمام؟ إشريتد مع المين كله عبارة عن فيكس كونتامينيشن. فالأسهل هذول أوكي إني أشوفهم عشان أعرف تمام؟ عشان هيك يس، عشان هيك بحاولوا يفحصوا هذول لأنهم أسرع. إحنا بنحكي عن 48 ساعة ولا 24 ساعة and so on. بس لما أروح للسالمونيلا 5 days 157 نوعا ما ليستيريا نعم. ترى هاي الفحوصات بس لشغل المصانع، يعني ما بزبط على تعمل مشتقة في البيان بيوم من الليبن هذا المصانع أو مختبرات صح؟ عادي. هسا أنا بدي أفحص هذا كله بدي تقريبا أسبوع. هسا حسب لما يكون في عندك اللي هو باسورايز ميل بتفحصه لحالك. تفحصه لا. للمصانع. الروميل بالأغلب بحصول فحوصات الربو. سريعة. بس الروميل مش كثير بيهتموا فيه ليه؟ لأنه داخل عملية تريتمنت. بس اوكي مش بده يدخل عملية تريتمنت فيكي فالبكتيريا الأصلية ما بتروح، ولكن بيهتموا من ايش هي البكتيريا اللول عشان احنا ممكن يعملوا لك
فحص خلال 6 ساعات 8 ساعات 24 ساعة سريع اوكي. بس ان جنرال احنا ما بنحكي عن الروم الكل، بنحكي عن كل الفود بشكل عام اوكي، سواء الميت روزن فريش انسو. هلا بشكل عام بشكل عام الشيء اللي فريش حتى لو قلت في الاردن مش ما بنحس ما في الاردن مش بخور، هو يفحص حسيا ذات اللحوم من الطبيب البيطري الموجود على المعادن. ما بفحص مايكروبيولوجي لانه غير صلاحيه الفريش ميت اسبوع 14 يوم اوكي. السمك نفس الشيء اسبوع انسون، لذلك ما بنقدر نفحص المايكروبيولوجي. عشان هيك بكتفوا بالفحص الحسي من قبل الطبيب البيطري المعاين. عشان هيك فكل شيء وضع دورك مسهل صعب. نعم قرارك مهم الفحص الحسي اللي إله تمام. بينما الإشي الفروزن ولا الباكجت ولا المانيفاكتشرة أوكي بنفحص مايكروبيولوجي. إحنا ما بنحكي بس عن الرومن، يعني كل منتجات الأجبال الجهول الصور تمام. مش بس بنفحص هاي كلها كل فور، بس بنيجي نفحص سالمونيلا الاستيريا بس الآن يعني حسب شو نوع المادة الغذائية أوكي. أما إذا بشكل عام بشكل عام ال 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 الأغذية الطازجة، الأغذية الطازجة من مش سهل إن نفحصها مايكروبيولوجي، نستنى ممكن نفحصها إيش كيف نفحصها استقصاء. أنا بروح بأخذ عيناتي من السوق وبفحص مايكروبيولوجي بس ما بوقف في المنتج ولا من بعد، بدي أشوف كيف الوضع في المنتج. إذا شكيت بشيء بعمل تمام. الدكتور هل يعني إذا ما لقيت كلاي يعني وزن من هاي مش كونتامينيشن بالأقرب؟ لا يعني ما فيش يعني حسب شو. هل انا بدي اطبق مواصفات حسب الهدف من الفحص. احنا حكينا لما بلشنا بالبدايه قلنا الهدف من السامبل الفحص مختلف. اذا جهه رقابيه بدي اطبق مواصفات، اذا جهه بحثيه بدنا نشوف شيء معين، اذا فحص بالاسواق بدنا نشوف عمليات النقل والتخزين. فشو الهدف من الفحص تاعك او شو سبب اخذ العينه والفحص بكون شو راح تعمل. هذا اذا جهه رقابيه ممكن اقول لك هاي البضاعه تفوت او ما تفوت تمام. لاستقصاء بدهم يتبعوا منتج معين اوكي، اذا في مشكله ممكن يروحوا على المصنع ويحاولوا يشوفوا وين المشكله يغلقوا مصنع تمام. فحسب الهدف منها انا راح شو راح. بس بالنهايه الاقرب اغلب الفحوصات بنعملها تطبيقا، احنا تطبيقا لمواصفه، تطبيقا لمواصفه كل ماده غذائيه قلنا لها مواصفه خاصه فيها، وحدود الجرثوميه بكل مواصفه غذائيه مختلفه من ماده لماده. مرات بكون مثلا الإيكولاي مقبول 1000 مادة مش مقبول بالمرة بمادة ثانية أوكي. يعني منتجات اللحوم خلينا نقول اللي هو ممكن أقبل الإيكولاي لحد 1000، بس بالحليب المبستر بالحليب المعقم بقبلش لواحد ولا بقبل نوع بكتيري نهائي تمام. وضحت هذا مخطط يبين لنا اللي هو كل اللي هو الثلاث اللي هو الكوليفورم الايكولاي. وفي ناس بيحكوا في عندنا شيء اسمه فيكا الكوليفورم تمام. في عندنا التوتال كوليفورم والفيكا الكوليفورم اوكي، نفس الطريقه تقريبا اوكي، ما بيفرقوا عن بعض بس اللي هو الفيكا الكوليفورم نكتفي بس بدون ما نروح على البي جي بي. بدون ما نروح على البي جي بي الفيكال بقول لك اللي هو الكوليفورمز، في عندنا شيء بالاضافه للفيكال في عندنا شيء انفايرومنتال، في عندنا شيء انفايرومنتال. فبعض الناس بقول لك انا بدي احدد فقط اللي جاي من الفيكال فما بروح على البي جي بي، باخذ التوتال من اللي هو الاي سي ميديا. باثوجينيك بكتيريا تمام، باثوجينيك بكتيريا زي ما حكينا في عندنا اشياء كثير باثوجينيك من ضمنها ايش؟ سالمونيلا كمان الستيريا ايكولاي كل الايكولاي لا من اشهر الايكولاي اوكي H7O157 اوكي تمام اللي هي الهيموريجيك اوكي. شو كمان عندنا؟ قلنا الستيريا سالمونيلا او 157. شو كمان؟ شيجيلا ممكن. شو اكثر شيء مرتبط بالسيريالز؟ شو حكيتنا؟ يلا جاك سؤال الامتحان نسيته؟ سامعين اكثر ايش اكثر بكتيريا مرتبطه بالسيريالز بالرايس والسون؟ باسيلس. يس الباسيلس
تمام، كل هاي من البكتيريا الممرضة. أوكي، بشكل عام، بشكل عام البكتيريا الممرضة ما بدور على عدد، بشكل عام البكتيريا الممرضة ما بدور على عدد. بعضها ممكن يكون دوروا على عدد، بس بيكون عدد بسيط، بيكون بس بالأقرب ما بدوروا على عدد. أوكي، عشان هيك ما بيهمني أوكي قديش عددها. عشان هيك أول خطوة بعملها دائما enrichment، بكثرها. شو بعمل؟ بكثرها. أوكي، إحنا بدنا نأخذ البرنسيا بشكل عام، نأخذ إجزام بالواحد أساس ما نحكي شيء. إذن بكثرها، شو بعمل فيها؟ بكثرها. إذن كل مايكروب أوكي إله enrichment growth خاص فيه، كل واحد إله enrichment growth خاص فيه بحسب إيش هي النوتريانت اللي بحتاجها، حسب إيش هي النوتريانت اللي بحتاجها. إذن أول خطوة enrichment. في بعضهم بقول لك في عندي بني enrichment وenrichment. أوكي، ليش بعمل هاي الأشياء؟ أوكي، لأنه الظروف اللي بتكون فيها البكتيريا نوعا ما تكون غير مفضلة إلها. يعني من ضمن الظروف الصعبة للبكتيريا إيش هو؟ فروزن. الفروزن البكتيريا ما بتموت، بس ما بتنمو، ومش من الظروف المحببة. عشان هيك بدي أعمل لها إعادة تأهيل، بعملها إيش؟ إعادة تأهيل، بعملها الريتشمنت، بعملها الريتشمنت. تمام، بعد ما عملها الريتشمنت، الريتشمنت almost around 24 hours 24 ساعة. بعد الريتشمنت باخذ من بتوقع عندي اذا في عندي بكتيريا بالبدايه شوي، شو صار بعد الريتشمنت؟ عدد كبير، عدد كبير. باخذ 1 مل 0.1 مل حسب الطريقه، بحطها على الاد، بحطها على البليت تاعها. كل ميديا لها ميديا، كل بكتيريا لها ميديا خاصه فيها، ومش ميديا واحده، ميديهات حسب كل. يعني في شركات كثيره، كل شركه بتقول لك هاي افضل من هاي وهاي افضل، لكن بالنهايه almost same. اوكي، زي السالمونيلا مثلا، في اكس ال دي، في هيكتون، في سالمونيلا كروموجينيك ميديا، وراح تلاقي مسميات كثيره. تمام، انت شو الطريقه اللي متبعها؟ متبع او سي، متبع ايزو، متبع يور اون، بيست على مثلا ناس ناشرين بحث معين، تختار الميديا المناسبه. بعملها ايش شيء بالميديا ايزوليشن، بعزلها اذا هي موجوده ولا لا. اوكي، برضو حوالي 24 48 ساعه حسب شو البكتيريا وحسب الميديا المستخدمه. بعد هيك بدي اتاكد، طلع عندي على البليت نوع البكتيريا بدي اياه، هل هي ولا مش هي؟ بعملها كونفورميشن، بعملها ايش؟ كونفورميشن. الكونفورميشن ديفرنس ممكن يكون بايوكيميكال، ممكن يكون سيرولوجيكال، وممكن يكون مولكولار. تمام، في بعض البكتيريا بتكتفي بالبايوكيميكال، في ناس بيقول لك لا بعد البيوكيميكال بيروح على السيرولوجيكال، في ناس بدهم سبيشيز معينه زي المواصفه الاردنيه الخاصه به اللي هو الدواجن مثلا، بدها سالمونيلا، بس بدها كل السالمونيلا؟ لا، بدها فقط انترتيدس تايفي اميوريوم. فلذلك بعد ما اتاكد انه هاي سالمونيلا بالسيرولوجي، بعمل بي سي ار عشان اتاكد انها انترتيدس ولا تايفي اميوريوم او لا. اوكي، بعديها بقول انه موجود او مش موجود. فهاي الميجر ستيب للباثوجينيك بكتيريا. تمام، ناخذ مثال عليها، مين؟ سالمونيلا. اوكي، ايش الاكوبمنت المستخدمه؟ بس عشان تعرفوا جنرال بكتيريا الاكوبمنت. اوكي، الميديا، الاستومخر، بتعرفوا يعني الاستومخر؟ استومخر، استومخر باك، استومخر ماشين. اوكي، هو عبارة عن الكيس يكون ستيريل، اوكي، اللي بنحط فيه البورش من العينة ونضيف عليه الديليونز، بنضيف عليه الديليونز. في ماشين معين بيعمل ميكسر. تمام، الووتر باث، الانكوبيترز اند سو اون، كيميكلز. اوكي، في عندنا قلنا اول شيء في عندنا اللي هو الديليونس اللي هو اللي بالعاده بيكون عندنا بفر بيبتون. شو يعني بفر بيبتون؟ هو عباره عن ديستيلد ووتر ومضاف عليه بعض المينرالز. اوكي، اللي باخذ اللي هو هذا بعمل له ديليوشن الاول منه. يعني عندي عين ميت باخذ منها 10 جرام او 25 جرام حسب شو الطريقه. اذا 10 قديش بضيف عليها من الديليونت؟ 90. واذا 25 قديش بضيف عليها؟ 225، 1 ل 10. تمام، اوكي. بعد هيك في عندي اللي هو الانريتشمنت بروث، اللي هو الربورت فازلياديس،
تتراثيونات، في كمان واحد غيرهم سلاناين سيستين and so on. بعد هيك بسلان عليهم 24 ساعة بأخذ من اللي هو الريتشمنت بروث وبزرع على الميديا. الميديا المستخدمة عندنا هون XLD وهكتون، تمام؟ وفي عندنا الكونفورميشن اللي راح نشوفه هسا، هاي الميديا كلها اللي تحت اللي هو TSI and so on، كلهم هذولا كونفورميشن. هذول الأدوار أي واحد سبيل ولا كل الناس بستخدمه؟ إيه؟ هذول الأدوار أي واحد فيهم يكون؟ هذول المستخدمين. هذول عبارة عن كلهم عشان نعمل كونفورميشن. تخيل قديش كونفورميشن؟ مش إنه أي واحد. لا كلهم هذول. تمام؟ كيف؟ أول إشي نصرحها على السريع. أول إشي قلنا نحط 10 أو 25 على اللي هو 90 أو 225 على البفر بالتون، وبحطها بالإنكوبيشنز لثاني يوم. بعديها بأخذ منها 0.1 ML، 0.1 بحطه على روبوت فازليادس ولا نعمل، وال1 ML بحطه على اللي هو تتراثيونات. هاي كمان 24 ساعة، صار عندي 48 ساعة. بعد هيك بأخذ عندي 1 ML أو 0.1 حسب شو نوع الميديا، أوكي، وبزرعها على عشان تعرفوا قديش السالمونيلا صعبة. عندي أول شيء قلنا 10 ل90، أوكي، 10 سامبل شايفين ولا شايفين؟ أوكي، وهذا هو البفر بتون ووتر، تمام؟ هذول بنحطهم على 24 ساعة على درجة حرارة 35. ثاني يوم بأخذ منهم على رابوبوت فازليادس وتتراثيونات، تمام؟ بأخذ بزرعهم ل 24 ساعة. ثالث يوم بزرعهم XLD واللي هو الهيكتون، وهذا نفس الشيء. إذن كل عينة بزرعها على 4 أطباق. عشان هيك بنروح أول شيء على نبحث، نحاول بعض المواد نبحثها بيكون لايك ودفون، تمام؟ بعد هيك أي واحد من هذول بطلع عليه suspected سالمونيلا، أوكي، بروح على identification. identification على triple sugar iron، بشوف تعمل fermentation ولا لا، على اليوريا، عملت كل البيوكيميكال، اوكي، بروح على السيرولوجي. وزنت بالسيرولوجي سالمونيلا. طب اي نوع من السالمونيلا؟ بروح على البي سي ار. يعني لا يتلف احسن. وصلت؟ عرفنا؟ هاي اذا اعطيتكم بس مثال هو السالمونيلا. تمام؟ اعطيه معك خلص ولا يهمك تمشي. في فيديوهات؟ ها؟ ها؟ تحضرهم لحالكو؟ طيب حضروهم، إذا عندكم أي سؤال سألوني. أنا امتحان الساعة بعد 11:15، يعني قلنا اليوم ننظر للوحدة. لا كثير كثير كثير. يعني والله القرار بيد مجد، شو بتقول مجد؟ أنا موافق. زي ما بدك قرار عندك. لا خلص 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 اوكي، بس وضحنا شو الباثوجين بشكل عام. نشروا على ديتيلز، بديش اعرف قديش وقت، بس نعرف يعني يعني شغلات مهم. لا مش عناوين، لا مش لهالدرجه، نعرف يعني شو اهميه كل شغله، شغلات زي هيك، اوكي. الميديا متغيره حسب، يعني ماشي، انا كتبت لكم هاي الميديا بناء على الايزومتر، تمام؟ بس انت بدكش تستخدم الايزومتر، مختبر ليش يستخدم الايزومتر؟ مش ضروري يستخدم هاي الميديا، اوكي؟ بس الفكره انه شو الجنرال بشكل عام للباثوجينيك؟ ستيبس. اهم وحده مثلا بالبدايه الريتشمنت، عشان بكثر. ليش بدي اعمل الريتشمنت؟ لانه البكتيريا بظروف صعبه وعددها مش كثير مقارنه بالانديكيتور، لانه الايكولاي نسبتها عاليه جدا من الفيكال كونتامينشن اللي عندي مقارنه بالباثوجينيك. وصلت؟ لا تسألوني شو نحفظ، اعرف شو تحفظ.
دكتور هيك احنا خلصنا مادة الألبان. اقترح شغلة. لا. خليني اقترح وانا. اقترحي. نأجل الامتحان ل 18 شهر بتكون شارح كل المادة الألبان للأربع شعب ونخلص مادة الألبان على المدى. امتحان بكرة. ليه خلص ما في تأجيل. لا طب ليش بدنا نقسم مادة المد يعني نرجع نمتحن الألبان على الفاينل؟ لا الفاينل كل شيء. لا ريح حالك هلا حلو مع الارتكل حلو جدا. شو داخل الامتحان دكتور؟ اول لابا